قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه اللحظات التي نعيشها لحظات ابتلاء، ونحن غير خاف علينا ما يحدث في بلادنا من تشويش ومؤامرات تحاك ومكر بالليل والنهار، ولا شك أن المؤمن يتقطع قلبه على توقف يعني عجلة السير والبناء وعلى مدى الكيد الذي يشارك فيه أقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا شك أن يعني الخصومة بينهم وبين المشروع الإسلامي، بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، والعداوة بينهم وبين المؤمنين ظاهرة. وهنا يجب أن تراعى معاني مهمة، أهمها أن العبودية التي كلفنا الله عز وجل بها في هذه اللحظات هي إنزال الحاجة بالله عز وجل. الله عز وجل قد يرى من عباده تخلفا عن عبوديات معينة، فيقدر لهم من المصائب والابتلاءات ما يرجعون به إلى ما يريده الله تعالى منهم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبله فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله تعالى أحدث البأساء والضراء، أنواع المصائب والآلام والابتلاءات، لما كذب هؤلاء برسلهم لأجل أن يرجعوا إلى ربهم لعلهم يتضرعون. ومقتضى الابتلاءات والمصائب أن يرجع الناس إلى ربهم بالضراعة والدعاء، لكن من الناس من لا يفهم الدرس جيدا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني فهل لا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذه مصيبة المصائب، الإنسان لا يحسن يفهم عن الله عز وجل، لا يحسن معرفة يعني الدرس الذي يريد الله تعالى أن يعلمنا إياه، فتبقى الغفلة ويستمر الانصراف وينشغل بأسبابنا وأدواتنا وملكاتنا، ويعجبنا يعني فهومنا وأفكارنا وخططنا ونظمنا. هذا كله عيب كبير. نحن بحاجة إلى إنزال الحاجة بالله، خصوصا لعبادات قلبية من اليقين والتوكل والثقة في يعني نصر الله عز وجل، والإدمان الدعاء. هذه مسائل مهمة. ثانيا، مما يتوجب علينا بذل الأسباب بقدر ما نستطيع، فمنها التناصح، بذل النصيحة، التعاون على البر والتقوى، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، والصبر على الناس، وخطاب التوافق والاجتماع والتآلف، وعدم خطاب الاستعلاء ويعني التجهيل للآخرين، لأننا قد نؤتى من قبل هذه المعاني. ولهذا يعني كل إنسان على حسب موقعه وعلى حسب دوره وعلى حسب علمه وعلى حسب فهمه وعلى حسب خبرته مطالب بقدر هذه المعاني، أن يسعى في تهدئة الأجواء وأن يسعى في تصبير الناس. لا شك أن الناس سيتضررون، تتضرر يعني معايشهم بهذه الفتن. نحن بحاجة إلى أن نصبر الناس وأن نذكرهم بالله عز وجل وبقرب الفرج، وبحاجة إلى أن نكون إيجابيين، ليس فقط مجرد متفرجين راصدين. بعض الناس يومه وليلته يتابع الأخبار ويشاهد الأحداث وليس فاعلا في شيء، هذا عجز
وإنما الواجب الواجب المشاركة بقدر ما يستطيع الإنسان من خلال يعني الصور الإيجابية والسلوكيات الإيجابية والأخلاق والتعاملات، أكثر ما نؤتى من قبل أخلاقنا ومعاملاتنا، والناس يعني يضعوننا تحت المجهر، لهذا ينبغي أن نري الله من أنفسنا خيرا وأن نري الناس أيضا من أنفسنا خيرا، حتى يأذن الله عز وجل بكشف هذه الغمة وزوال هذه الكربة، وهذا إن شاء الله تعالى عسى أن يكون قريبا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يقيل العثرة وأن يغفر الزلة وأن يلوم الشعث وأن يفرج الكرب وأن يجمع الكلمة وأن يوحد الصفوف وأن يؤلف القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد انتهينا إلى باب الشركة، أخذنا الوكالة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة. هنا على أربعة أوجه: شركة العنان، العنان، شركة العنان، وهي أن يشترك مالا وما لديه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة. وتشريع هذه التشريعات من رحمة الله بعباده، ومن تنظيم الدين وعنايته بشؤون الدنيا، حتى يعلم الناس أن هذا الدين ما نزل إلا يعني يصلح للناس دنيا، لأنك تجد بعض الناس عنده أموال ولا يحسن أن يتصرف فيها، وبعض الناس عنده من الحسن التصرف وليس عنده من الأموال، فجمعت الشريعة بين الصنفين على نحو يضمن مصالح الجميع، يضمن مصالح أموال أصحاب الأموال، ويضمن أيضا مصالح جهود أصحاب الأفكار والعضلات والحيل الكثيرة. فكان تشريع الشركة من هذا الباب، على أن الأسلم في زماننا خصوصا مع كثرة يعني الفتن وخراب الزمن أن الإنسان لا يشارك، الذي نختاره ألا تدخل في شركة مع أحد، مع أن هذا مشروع بالإجماع. لماذا؟ لكثرة الفتن وفساد الزمم، فإذا تيسر لك الانفراد بمالك أن تعمل فيه هذا أبعد عن الخلاف، وإلا فالشركة مشروعة. وعقد الشركة، أولا الشركة كنمرة، ويقال الشركة كحكمة، ويقال أيضا الشركة كعرفة، كل هذا صحيح، معناها في اللغة الاختلاط وهذا واضح، معناها في الاصطلاح اجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركة في الاصطلاح اجتماع في استحقاق أو تصرف. إذن الشركة هنا نوعين، الاجتماع في الاستحقاق نوع، والاجتماع في التصرف نوع. الاجتماع في الاستحقاق هذه شركة الأملاك، معناها اشتراك اثنين أو أكثر في عين أو منفعة بسبب من أسباب الملك كشراء أو هبة أو ميراث، هذا كله شركة استحقاق، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا نوع يسمى شركة الاستحقاق، اللي هي شركة الأملاك، ناس ورثوا، أولاد ورثوا عن أبيهم، فلما مات الوالد انتقلت تركته إلى الأولاد، فصار الأولاد شركاء في هذه التركة، هذه شركة استحقاق. المقصود معنا هنا شركة التصرف النوع الثاني، يسموها شركة عقود، ولهذا سيذكر شركة العنان وشركة الوجوه وشركة المضاربة وشركة الأبدان. شركة العقود النوع الثاني عقد بين متشاركين في الأصل والربح، وهي المذكورة هنا، عقد بين متشاركين أو متشاركين في الأصل والربح.
الشركة مشروعة بإجماع أهل العلم، وأصل ذلك في كتاب الله، فهم شركاء في الثلث، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة لما تشاركوا في شراء طعام فليأتكم برزق منه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من شركاء فيما رزقناكم. فالنصوص كثيرة تفيد مشروعية الشركة. وأيضا في الحديث كان البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين، فاشتريا بنقد ونسيئة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان من نقد فأجيزوه وما كان من نسيئة فردوه. والشاهد أن الشركة معروف، الصحابة كانوا معروفين أنهم يشارك بعضهم بعضا. ومن حيث النظر أيضا والقياس عندنا الأصل في المعاملات الحل، وهذا معروف، والإباحة، فلو المعاملات الأمر فيها واسع بخلاف العبادات الأمر فيها ضيق. الأصل في العبادات المنع إلا أن تأتي بدليل، في المعاملات العكس، الأصل في المعاملات الحل إلا أن يمنع دليل. عقد الشركة قائم على توكيل كل من الشركاء لشركائه، ولسه احنا مخلصين باب الوكالة، والوكالة في الأصل جائزة. قبل أن ندخل في كلام المصنف، أركان الشركة كيف نستخرجها؟ أركان الشركة عندنا المتعاقدان اللي هم الشركاء، هذا ركن، وسواء قلنا الشريكان أو المتعاقدان وهذا أحسن، أو نقول بس ما نشعر بقى المتعاقد الأول والثاني ممكن يكونوا 20 واحد في شركة، يبقى نقول متعاقدان اللي هم الطرفين أو أكثر، هذا ركن. على أي شيء يتعاقدون؟ الطرف الثاني المعقود عليه، الطرف الثالث للركن الثالث الصيغة. العاقدان يشترط لهما الأهلية، أهلية التصرف، يعني يكون بالغ عاقل رشيد، ولا يشترط الإسلام، ممكن يكون غير مسلم لكن رشيد. المعقود عليه هذا يختلف بحسب نوع الشركة وسيأتي. الصيغة، الصيغ في المعاملات دائما أمرها واسع، تنعقد على حسب العرف، أن العبرة في الـ في الـ في الـ في هذه المعاني ليس بالألفاظ، يعني تنعقد الشركة بما يدل عليه العرف، لأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني ليس بالألفاظ والمباني. ولهذا لا يلزم من الشريك يقول لشريكي شاركتك بكذا ويقول له قبلت، الإجابة والقبول المعروف الصيغة المشهورة، لا، مجرد أي لفظ يفهم منه يعني تشاركهما في هذا كان هذا صحيح. إذن الأركان العاقدان والمعقود عليه والصيغة. قال وهي على أربعة أضرب، يعني الشركة وهي على أربعة أضرب يعني أنواع. سيأتي في آخر الباب أن هناك نوعا خامسا يجيزه الجمهور، لكن لما كانت الحنابلة تمنع منه المصنف لم يذكره هنا. وهي على أربعة أضرب. شركة العنان، أول ما بدأ شركة العنان قدمها لأنها فيها إجماع، قدمها للإجماع عليها وقوع الخلاف في غيرها، وسميت شركة العنان. تعرف الحديث آخذ بعن طوبى لعبد آخذ بعنان فرس، العنان هو اللجام، اللجام الفرس، سميت العنان كما ذكر الشارح كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. الفارس لما يكون جنب الفارس يعني إذا تساويا ومشيا معا يبقى العنان، يعني حز العنان، هذا ما اختاره الشارح. وأيضا قيل لأن كل منهما آخذ بعنان شريكه أي بناصيته حتى لا يفعل فعلا إلا بإذنه، وهذا معنى الشرك. وأيضا قيل لأن كل منهما جعل للآخر عنان التصرف في بعض ماله، كل هذا صحيح. فائدة شركة العنان ما دام كل واحد يقول أن يشترك بماليهما وبدنيهما، يعني كل واحد عنده مال، كل واحد داخل ببدنه، فكان يمكن أن يكتفي بماله وبدنه
ويكتفي الثاني بماله وبدنه. فما وجه الشركة؟ وجه الشركة هنا تنشيط بعضهم بعضا، يكثر المال وتكثر الجهود المبذولة وضم المال بعضه لبعضه تتسع التجارة، وهذا ظاهر أن يشترك بماليهما وبدنيهما. إذن هذا النوع من الشركة، شركة العنان، أشهر أنواع الشركات، وهو يعني مقدم للإجماع عليه، لم يختلف أحد في جوازه. والمعقود عليه في شركة العنان ثلاثة أشياء: المال والعمل والربح. المعقود عليه في شركة العنان المال، يشتركان بالمال، والعمل يشتركان أيضا بالبدن، والربح سوف ينظم الربح بينهما. أما المال فيشترط في المال شرطان: أن يكون معلوما حتى يرجع إليه عند المفاصلة، الشرط الثاني أن يكون حاضرا لا يكون غائبا ولا يكون دينا. والصحيح أنه يصح الشركة في العروض، لا يلزم أن يكون مالا، وكأن أنا اشتركت يعني أقمشة وأنت اشتركت يعني أنواع أخرى مما، ومن خلال هذه سواء بأقمشة أخرى أو بعروض أخرى، الصحيح خلافا للمذهب أنها تصح في العروض، لكن تقوم وقت العقد، ما تترك هكذا حتى لا يحدث خلاف. أنا اشتركت بأقمشة قيمتها 10,000 وأنت اشتركت بخردوات قيمتها 10,000، يبقى بناء على هذا تمضي الشركة. طيب، يشترط أيضا في الشرط الربح، احنا قلنا في شركة العنان الشركة تكون في المال، وبالتالي الخسارة على قدر المال والربح على ما يشترطان. لو المال واحد يبقى الخسارة بالنصف، أنت 10,000 وأنا 10,000، والربح أيضا لا يلزم أن يكون بالنصف على ما يشترطان. ممكن واحد جهده أكبر من الجهد الثاني، أنا أحضر 6 أيام وأنت تحضر 3 أيام مثلا، فأنا سأخذ يعني الثلثين بناء على هذا وأنت أخذ الثلث. إذن يعني الربح على ما يشترطان. يشترط في الربح أن يكون معلوما، معلوما يعني النصف الثلث، أن يكون معلوما. فلا يصح بعض الربح من غير تعيين، لابد من تعيين، وقد يتفاوت بتفاوت الخبرة والأداء كما قلنا، لا بأس بهذا. اشترط في الربح أيضا أن يكون مشاعا، مشاعا يعني كل الربح يقسم بيننا على ما اتفقنا، يعني ما يصح يقول لك 1,000 من ممكن ما يطلع ليش 1,000 للثاني، ولا يصح أن نقول لك ربح إحدى السفرتين، أو لك ربح عمل النهار مثلا دون الليل، وإنما يكون مشاعا بين الشريكين. المعقود عليه الثالث العمل، العمل يشترط فيه التصرف المسموح به في العرف وفي الشرع أيضا، اشترط في العمل في الشركة التصرف المسموح به عرفا، يعني الناس اعتادت في العرف أشياء معينة لا بأس به، وأيضا الشرع لا يخالف الشرع. وتفويض الآخر أو التنازل له، يعني شريكين، فأنا سأعمل في مالي ومالك، فأنا جزء سأقوم نيابة عن نفسي وجزء بتفويض منك، وحين تكون أنت أيضا المتعامل في شركة العنان فأنت معك تفويض مني كذلك. إذن هي قائمة على توكيل كل من الشريكين لصاحبه في إدارة ماله، وتقدم من الوكالة عقد جائز. هذا ما يتعلق بشركة العنان، حاصلها أن يشترك بماليهما وبدنيهما، وعقد شركة العنان على المال وتقدم تفصيله، وعلى الربح وعلى العمل.
وهل يشترط خلط المالين؟ لا يشترط، خلافا لمالك والشافعي لا يشترط خلط المالين، يعني سواء تم خلطهما أو لم يتم خلطهما. أنا عندي في بلدي 10,000 وأنت عندك في بلدك 10,000، أنا عندي 5 سيارات وأنت عندك 5 سيارات، وبيننا شركة وهذه الشركة تقوم، لازم أن نضع هذا في هذا خلافا لمالك والشافعي. كيف تنتهي شركة العنان؟ تنتهي شركة العنان بالفسخ، إذا فسخنا العقد تنتهي بموت أحدهما، واحد مات يبقى فسخت الشركة. تنتهي بالجنون، لأن إحنا قلنا أن من الشرط أن يكون في جواز التصرف، والمجنون غير جائز التصرف. تنتهي أيضا بالحجر عليه لسفهه، واحد حجر عليه على أمواله يبقى يعني لا ذنب لشريك. الجمهور أن شركة العنان عقد جائز لكل طرف أن يفسخ هذا العقد، لأن مبنى الشركة على الوكالة، والوكالة احنا أخذنا أنها عقد جائز، فلكل من الشركين أن يعني يتوقف وأن يقوم بالفسخ. فالشركة عقد جائز عند الجمهور، لكن عند المالكية تلزم بمجرد العقد، تلزم بمجرد العقد منعا للضرر، لأن لو بدأنا في الشركة وربما نكون بهذه الأموال يعني جهزنا محلا ووضعنا فيه ديكورات وكذا، فبناء على أنه عقد جائز ممكن واحد من تاني يوم يفسخ. قالت المالكية بمجرد العقد صار عقدا لازما وإن كان جائزا في الأول، لكن يلزم بمجرد العقد. لو قلنا أنه يلزم بالشروع في العمل الذي هو مظنة الضرر الذي يلحق الطرف الآخر لكان هذا أحسن، يعني لأنه ممكن تحدث الشركة ولم يتضرر أحد فيبقى عقدا جائزا لك أن ترجع، لكن يلزم إذا حصل أشياء نتضرر أو يتضرر بها أحد الطرفين، إنه يكون مثلا بدأنا نعمل تأسيسات وتأثيثات لمحلات أو لأماكن أو نحو ذلك. نعم. طبعا شركة العنان احنا قلنا جايزة بالإجماع، هي من أشهر أنواع الشركات، والشركات الموجودة الآن اللي الناس يتعاملون بها هي في الحقيقة عامتها راجع لشركة العنان. طبيعة الشركات المؤسسات المحلات اللي الناس بيعملوها، أنا عندي شركة في كذا وأنت عندك شركة في كذا، عامة الصور المعاصرة هي في الحقيقة جزء من شركة العنان. من أشهرها مثلا الشركة المساهمة، الشركات المساهمة اللي عبارة عن يعني ان رأس المال شركة كبيرة يساهم فيها أناس كثر، ان يقسم رأس المال الى اسهم، هذه الاسهم متداولة، كل شريك مسؤول في الشركة بقدر حصته، كل شريك مسؤول في الشركة بقدر حصته، ولما كان الشركة كبيرة ينتخب او يعين اعضاء لمجلس الإدارة يكونون نوابا عن بقية الشركاء. فالشركة المساهمة المشهورة هذا نوع من شركة العنان. أيضا ساعات يكون شركة توصية، شركة توصية بسيطة تكون يعني يسيرة، أيضا هي نوع من شركات العنان، رأس المال أيضا أسهم متداولة، والشركاء قسمان، قسم مسؤول مسؤولية كاملة أو مسؤولية محدودة بقدر الحصص. أحيانا شركة ذات مسؤولية محدودة، كلها مصطلحات معاصرة، هذا عبارة عن عدد معين، واحد داخل مع مراته وأولاده، أسهم يعني محدودة وعدد غير قابل للتداول، مسؤولية الشركاء على حسب حصصهم. عندنا شركة تضامن أيضا من الصور المعاصرة، شركة تضامن عبارة عن شخصين أو أكثر يقتسمون رأس المال، والمسؤولية شخصية من كل واحد وتضامنية بين الاثنين أو الثلاثة أو في أمام الدائنين، فكل واحد له مسؤولية
يعني شخصية لكن متضامن مع إخوان، ما دمنا في شركة تضامن، فلو أن شريكي أخذ منك وابتاع منك وبينه وبينك معاملات فأنا أيضا أضمن يعني ما فعله شريكي، لأنه وكيل عني في هذه الشركة. دي تقريبا الصور المعاصرة شركة الشركة المساهمة والتوصية والتضامن والمسؤوليات المحدودة، كل هذه مردها إلى شركات العنان. نعم. شركة اللجوء، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجانبهما. نعم. النوع الثاني شركة الوجوه، الوجوه من الجاه، لأنه في 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 هذه الشركة كلاهما يعني مفلس، ليس مع أحد منهم مال، لكن هو يشارك صاحبه في يعني جاهه، وليس معه مال لكن يستطيع أن يكسب ويعني يشتري نسيئة بسبب وجاهته عند الناس، والدليل عليها عموم أدلة الشركة والأصل يعني الإباحة وعمل الناس، ما زال الناس يعملون بهذا من غير نكير، لا شك أن الأصل الحل. وإذا جازت الشركة شركة العنان وغيرها بالمال لأجل تنمية هذا المال، فيعني تجوز أيضا بالأعمال لإيجاد أصل المال من باب أولى. إذا كان المال موجود إحنا نشترك لننميه، من باب أولى المال غير موجود نشترك لإيجاده. فشركة الوجوه يعني عبارة عن عقد بين طرفين فأكثر، شركة الوجوه عقد بين طرفين فأكثر، أن يشتريا بجاهيهما دينا، فما ربح فهو بينهما، فما ربح فهو بينهما. جائزة شركة الوجوه في المذهب، وجائزة عند الأحناف أيضا، منعها الشافعية، الشافعية منعوا شركة الوجوه. والمالكية قالوا بمنع الإطلاق والجواز عند الاتفاق على شراء شيء معين، يعني قالوا ممنوع مطلقا لكن يجوز إذا اتفقنا على شراء شيء معين. الصحيح أن شركة الوجوه جائزة، وأنها مبناها على الوكالة والكفالة، هم وكلاء بعضهم عن بعض وكل واحد يضمن الآخر ويكفله، والملك بينهما على ما يشترطان. أنا يعني سأشاركك فيها، نخرج مثلا نشتري أو نجمع أشياء معينة أو نحو ذلك، وأنت أيضا، وأنا سأطلب من الناس بضاعة وأنت تطلب، من غير مال في الأول، لكن هذا كله يعني جائز. والملك على ما شرطاه، يكون واحد أكثر أداء وأعلى جاها بين الناس من الثاني، فيقول أنا أخذ الثلثين والثاني موافق على هذا، وبناء على ذلك أيضا الوضيعة الخسارة تكون أيضا على قدر ملكيهما. لو حصل يعني تلف للمال من غير تفريط ولا تعد أيضا يضمناه معا. وهذا كما قلت كثيرا ما يعني يحدث، أن الشركة بالوجوه يشتريان نسيئة، هذا مفلس وهذا مفلس، لكن إحنا أنا ممكن باتصالاتي بالناس وبعلاقاتي بالناس أن أقول لتاجر كبير أرسل لي يعني بضاعة نسيئة ونبيع فيها، والثاني وأنا أيضا عندي تجار آخرون أرسل لي كذا، فهذا يرسل وهذا يرسل، ثم يدور رأس المال وينشأ المال بعد هذا لا بأس، مع أن البداية كانت من الصفر، مشاركة بالوجوه يعني بالوجاهة التي عند هذا وعند هذا، سواء كانت على النصف إذا كان متقاربين أو كان أحدهما أعلى من الثاني. أنا ممكن أشتري بلا حد، والثاني يقول الله أنا ممكن أقول للناس يعطوني في حدود 10,000 20,000، الثاني يقول لا ده أنا لو طلبت بمليون أكيد أن بين بينهما فرق، هذا الفرق ممكن يؤثر فيه، فأنا سأخذ يعني الثلثين وأنت الثلث إذا
يعني اتفق على هذا جائز. نعم. المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشاركان في ربحه. نعم، شركة المضاربة من أكثر الشركات تداولا في واستعمالا بين الناس وحاجة في المجتمع، لأن هنا العكس، المرة الأولى في العنان الاثنين معهم أموال وعندهم أبدان، يعني أنا بشتغل بفلوسي وبدني وأنت تشتغل بفلوسك وبدنك، دي شركة العنان. شركة الوجوه الاثنين ليس عندهم أموال مفاليس بس ممكن يبذلان الجهد. المضاربة عمليا أكثر لأن بيكون واحد معه مال ولا يستطيع يعني يقوم بتشغيله، والثاني يستطيع التشغيل وليس معه مال، فيقوم أحدهما بدفع ماله للآخر يتجر له فيه. المضاربة يعني من الضرب في الأرض ابتغاء الرزق، وتسمى في كتب الفقه أيضا بمصطلح الحجازيين القراض. القراض يعني، ومنه تقارض الشاعران يعني توازنا بشعرهما، يعني هنا العامل بالعمل والآخر بالمال، هذا معنى المقارضة، يتوازنان، أنا بفلوس وأنت بالجهد، أو من القرض كأن صاحب المال قطع له جزءا من مالي ليعمل فيه. تعريف المصنف هنا على القديم المشهور اللي هو أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه، واحد بيدفع مال والثاني بيقوم بالعمل، لكن ممكن يشترك مالان ببدن أحدهما، أنا معي أنت معك مال فقط وأنا معي مال وإن كان أقل منك ومعي الجهد والخبرة والشغل، فيحدث هنا اجتماع بين المضاربة وبين العنان، لأن أنا عندي جزء من المال، أنا فقط دفعت 10,000 وأنت دفعت 200,000، لكن أنا بال10,000 في مقابل مالك صرت داخل شركة عنان أيضا، لأن أنا داخل بجزء من المال مع البدن، والثاني قال أنا يعني داخل بمال. ففيها مضاربة بالمعنى الأول وداخل فيها أيضا شركة، وهذه جائزة بالإجماع أيضا الشركة المضاربة. ويعني عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم مروية، والأصل فيها الحل والعموم التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وللمصلحة. الناس كثيرا ما يكون عندهم أموال وليس عندهم يعني التصرف، وكثيرا ما يكون عندهم حسن التصرف وليس عندهم أموال، فجاز هذا النوع من الشركة. وقد أعطى أبو موسى رضي الله عنه 2 من أبناء عمر مالا بدل ما يعني يوصلاه، بدل أن يوصلاه إلى عمر على سبيل الأمانة والوديعة، قال لهما اتجر فيه واربح. ولما يعني ترجعان إلى عمر في المدينة أعطوه المال، تكونوا أنتوا استفدتوا الإيه؟ الربح. فلا عمر كان شديدا في هذا المعنى، يعني أنت عشان أولاد أمير المؤمنين هتعطيهم فلوس تخصهم بهذا، فعمر قال هل جعلته قراضا؟ يعني اجعل هذا المال الذي اتجر فيه كأنه مال المسلمين، وهو فعلا مال المسلمين، وهؤلاء يشتغلان في هذا المال على الثلث أو على النصف، والربح يرد جزءه إلى صاحب المضاربة بيت المال وجزءه إليهم. فلو أخذوا مثلا 100,000 ربحوا 20، يبقى 10 لبيت المال المضارب هنا و10، وبالتالي قام بحل هذه المشكلة مع إقرار هذا النوع. والربح بينهما، بينهما يعني إن قال بيننا يفهم منها أن نصفين، المكسب بيننا يعني نصفين، ولو حدد قال يعني على لو قال لي الربع صاحب المال، لو قال لي الربع معناها أن الباقي 3/4 للعامل، أو قال صاحب المال لي الثلثان يبقى الباقي للعامل اللي هو الثلث. لكن إن قال
يعني إن أبهم ما قالش المين، قال على الربع، فالأصل أن الربع هذا يكون للعامل، وإن حصل خلاف فالقول أيضا هنا قول رب المال، لأنه هو الدافع المال مع يمين يحلف، إذا اختلفوا يحلف أنني قصدت كذا، فإذا قال ما قصده وحلف عليه مضى قوله. جواز المضاربة إجماع من أهل العلم، والربح يكون بينهما على ما يتفقان، والخسارة أو الخسارة تكون في صاحب المال، ويكون المضارب خسر جهده، أخذ فلان من فلان 100,000 ليتاجر له فيهما على النصف، نصف والنصف، أو على الثلث للعامل والثلثين لصاحب المال، إن كسبوا يعني 9,000 لهذا 4.5 وهذا 4.5، أو الثلث والثلثين لهذا 6 وهذا 3، إن يعني لم يكسبوا شيئا فأصل المال لصاحبه والعامل خسر جهده، إن خسروا 10,000 فكلها من صاحب المال، والعامل يكون خسر جهده ما لم يفرط العامل. هناك مسائل كثيرة مهمة، لأن المضاربة من أكثر الأنواع التي يتعامل بها الناس، ومن أكثر الأنواع الشركات التي حدث فيها يعني خلط وخلل كثير بسبب جشع الناس. خلي المسألة في آخر الباب، نذكر بعض المسائل في المضاربة في آخر الباب. نعم. وشركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكسبان لأبدانهما من المباح، إما بصراع أو احتشاش أو صياد ونحو، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء. نعم. رابع أنواع الشركات شركة الأبدان، هنا ليس معهم أموال لكن ممكن بأبدانهما وعضلاتهما وغنائهما البدني أن تحدث بينهما مشاركة. شركة الأبدان أجازها الأئمة الثلاثة ومنعها الشافعي رحمه الله، والصحيح جوازها على قول الجمهور، لأن المقصود تحصيل الربح بالاشتراك سواء بالحال أو بالعمل كالمضاربة أو بالتوكيل كما يعني هنا، وبالتالي يعني يصح الاشتراك في الأبدان. طب لو اختلفت صنائع المشتركين، ولو كلهم على مهنة واحدة، مجموعة أطباء اشتركة إن كل اللي هيجي نكشف عليه كل واحد في تخصصه، وفي آخر اليوم الأرباح بيننا، مجموعة مهندسين اشتركوا في أي يعني شغل يأتي نقوم بالإشراف عليه والربح بيننا، مجموعة عمال حمالين أو نجارين أو حدادين، هذا واضح. لكن هل يصح أن تختلف الصنائع؟ يعني جماعة حدادين اشتركوا مع جماعة نجارين، شركة أبدان كل واحد عند أبي حنيفة والرواية عن أحمد يجوز، وهذا صحيح لا بأس ما دام اتفقوا على هذا. والرواية الأخرى عن أحمد ومذهب مالك أنه اشترط اتحاد العمل، لا شك أن اشتراط اتحاد العمل أحسن، أما أنه اشترط لا يلزم. تصور أن جماعة من الحدادين مع جماعة من النجارين مع جماعة من أصحاب المهن الأخرى أخذوا عمارة وقاموا به يعني بنائها أو تشطيبها معا، واتفقوا على أن الجهد يعني كل واحد يبذل جهده في مهنته والربح بينهم أو على ما يتفقون، الأمر واسع في هذا. قال: وهي أن يشترك يعني الطرفين فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، طبعا لابد يكون من المباح، هذا قاعدة عامة، إما بالصناعة كانوا سيصنعون شيئا، أو احتشاش يجمعون الحشيش ويبيعونه، أو اصطياد يصيدون أي أنواع الصيد أو نحوه. ثم ذكر دليلها، حديث ابن مسعود قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر،
اشتركوا في ايه؟ قالوا نشترك اي واحد يجيب اسير ولا يجيب يعني سلب اسير ولا احنا يعني ما نغنم من هذه المغانم، حصتنا واحدة وعملنا واحد. فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. منفعش أنا سعد لا أنا جبت اثنين وأنتم، لو كان قبل الشركة كل واحد يأتي لنفسه، لكن مدام بينهما شركة فالذي يأتي للجميع. ولهذا لما جاء سعد بأسيرين ولم يأتي ابن مسعود ولا عمار بشيء صحت الشركة بينهما على هذا. لكن من المسائل التي تحدث هنا أن لو أن أحدهما ترك العمل، لو ترك العمل بعذر فالكسب بينهم لأنهم في شركة، ومن شروط ذلك أن هم أي واحد في يوم ممكن يعذر فالثاني يعني يشيله كما يقولون يحمل عنه. لكن لو كان بغير عذر، واحد ترك العمل بغير عذر فالثاني يعني عمل ليس له من كسب ذلك اليوم ما دام من غير عذر، اما ان كان بعذر فالربح بينهما. لكن من غير عذر يبقى يمنع الذي امتنع من الشغل من غير عذر عن كسب هذا اليوم الذي امتنع فيه. اساس شركة الابدان مبني على الضمان، كل منهما يضمن الاخر في تصرفه ومن ثم يقتسمان الاجر. لو تلفت الأجرة في يد أحدهما من غير تفريط فيده يد أمانة. واحد يقول إحنا هنشتغل إحنا نقاشين مع بعض الشغل اللي نعمله، جاء واحد يعني أتلف الصنعة، يده يد أمانة وبالتالي سيضمنه صاحب المعاملة هو الطرف الثاني. يده يد أمانة بمعنى زي ما إحنا في المكسب في الربح أيضا في الخسارة، يده يد أمانة لأنه وكيل عن صاحبه إلا إن كان تعمد يعني التفريط. هذه أربعة أو أربع شركات ذكرها، وهناك نوع خامس يعني جائز عند الجمهور ولم يذكره الحنابلة يسمى شركة المفاوضة. شركة المفاوضة عبارة عن جميع هذه الشركات، يشترك في كل أنواع الشركات، يعني ندخل مع بعض في بين يعني كل أنواع الشركات، وقد أجازها الجمهور ومنعها الشافعي. سبب منع الشافعي أنه وكالة، أنه عبارة عن وكالة بمجهول الجنس، والكفالة أيضا بشيء مجهول، إحنا مع بعض في كل الشركات بس أنا وكيل عنك في شيء مجهول وأكفلك في شيء مجهول. والصحيح أنها جائزة وأن هذه الجهالة مغتفرة لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هناك أشياء يعني تغتفر لأن ليس هنا الأصل هو الجهل، قد يصح تبعا ما لا يصح استقلالا كما في المضارب وفي العنان. إذن كل منهما يعني يضمن الوكالة بشراء المجهول. وإحنا في العنان بنعمل كل واحد ضمن التاني، ممكن يشتري حاجة التاني ما يعرفهاش، لكن هذا غرر يسير. إذن في المفاوضة يعني مجرد الجمع بين الشركات الأربع، وهذه جائزة عند الحنابلة وإنما قصدت منعها الشافعية. إن كان مجرد الجمع بين الشركات الأربع، وأما الجمع مع ما يحصل من مكاسب نادرة كميراث أو ركاز أو لقطة وما يلزم من ضمان غصب وأرش جناية يعني على توسع مطلق، هذا الذي منعه الحنابلة دفعا للغرر، والصحيح جوازه، والصحيح أيضا جوازه، وهذا مذهب الجمهور. إن يتسع المفاوضة، شركة المفاوضة لا تكون فقط في مجرد يعني أنه يكون منهم العنان والمضاربة والأبدان والوجوه، وإنما يدخل فيها ما يتصور من معاني أخرى نادرة، كما لو اشترك في البحث عن ركاز أو إذا جاءت لقطة
لأحد منهم، أو إذا حصل أرش جناية، يعني شارك في كل شيء يتصور، هذا أيضا مدام باتفاق فهو جاهز. ملخص يعني الحالات المتصورة في الشركات، لو أسلم كلاهما دراهم شركة العنان، اثنين بيدفع فلوس، طيب لو أسلم أحدهما دون الآخر يبقى شركة المضاربة. طيب إذا لم تكن دراهم عند الاثنين واشتريا في الذمة يبقى شركة الوجوب. طيب الحالة الرابعة، إذا لم تكن دراهم وعمل بأبدانهما شركة الأبدان. الحالة الخامسة، إذا فوض كل منهما صاحبه في عامة هذه التصرفات، هي دي شركة المفاوضة. الاثنين دفعوا مال شركة عنان، واحد دفع شركة مضاربة، مفيش مال خالص وعملوا بالأبدان شركة أبدان، عملوا بالشراء في الزمن شركة وجوه. إذا تم التفويض في كل هذه المعاني يبقى شركة المفاوضة هو أوسع الأنواع. والربح في جميع ذلك على ما شرطا والوضيعة على قدر الإمكان. نعم، في جميع هذه الأنواع من الشركات الربح على ما شرطا، يعني كل واحد يقول له أنا يعني لي النصف، أنا لي الثلث، أنت لك يعني كذا، على ما يشترطان، لأنه لا يلزم أن يكون مناصفة، قد يكون مناصفة وقد يراعي أحدهما يعني وجاهته أكثر من الثاني، أو يعني كسبه أو خبرته أو يعني تجاربه في هذه الصنعة أو في هذه التجارة أو نحو ذلك، وبالتالي إذا تراضيا على شرط جاز. وبناء على هذا الوضيعة اللي هي الخسارة أيضا، قال والوضيعة على قدر المال، يعني إذا كان يعني مستويا فالوضيعة على حسب نسبة رؤوس الأموال. نعم. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ذكر بشيء معين. نعم، لا يجوز أن يجعل لأحدهما أو يجعل لأحدهما دراهم معينة، يعني يكونان شريكين ومع ذلك بدل ما يكون الربح على قدر رأس المال، واحد يقول أنا لي 1000 في الشهر والباقي نقسم مع بعض، هذا لا يجوز. أو أنا لي ربح المحل اللي في شارع البحر هذا خاصين، بقية المحلات أو في مكان كذا، هذا لا يجوز، لأنه قد يفضي هذا إلى أن واحد يكسب والثاني لا يكسب، فلا يجوز أن يجعل لأحدهما أو يجعل دراهم معينة أو ربح شيء معين، سلعة معينة، هذه السلعة بالذات ربحها لي، هذا لا يجوز، لأنه يفضي إلى أن يكون يعني الربح مجهولا. اللهم إلا أن يكون هناك عمل لم تجري العادة أن يقوم به أحدهما فيتولاه على أنه واحد غريب، يعني بينهم شركة، وهناك بعض الأعمال غير داخلة في حد الشراكة، مثلا مهندسين يقومون ببناء عمارة، مهندسون إنشائيون، فواحد فيهم قال أنا علي رسمة، والرسم ده مش من شغلهم، ده الرسم ده واحد معماري، فواحد قال أنا سأقوم بالرسم اللي هو يأخذ عليه يعني أجر خاص كما لو كان مختلف، واحد مثلا يقول أنا هوصل العمال أو هقوم اشتغل كسائق، هذا لا بأس لأنه يقوم بعمل غير حدود الشركة، كما لو تصور أنه هو إحنا كده كده هنجيب سائق أو هنجيب مهندس معماري لرسم البيت. إذا كان العمل لم تجري العادة أن يكون يعني مفروضا عليهما معا أو على أحدهما، تولاه أحدهما كما لو كان غيره، هذا فيه سعة ويستثنى من هذا. نعم. والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك. حكم في المساقاة والمزارعة، باب المساقاة والمزارعة الباب القادم إن شاء الله. المساقاة على النخيل، واحد يعني يأخذ النخيل من الثاني
ويزرعه على النصف أو على الثلث أو على ما يتفقان من الثمرة، أو واحد يأخذ الأرض البيضاء ويزرعها ويعني فيكون الحكم في المساقة والمزارعة كذلك. يعني لا يجوز أن واحد يقول أنا لي القطعة ثمرة هذه النخلات خصوصا يشير إليها، أو ثمرة الناحية الشرقية من الأرض مثلا، أو المكان القريب من الجدول أو النهر أو محل السقي كذلك، يعني أيضا نفس المعنى كما سيأتينا. نعم. وتجبر الرضيع عن الربح، وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. نعم، تجبر الوضيعة يعني الخسارة من الربح، لأن أصل الربح ما فضل عن رأس المال، فإذا حصل في أثناء دورة رأس المال هيحصل مكاسب وهيحصل خسائر، فالربح هو نهاية ما يتصور بعد المكاسب والخسائر معا، فتجبر الوضيعة إذا حصلت من الربح. وليس لأحدهما البيع نسيئة، لأن البيع نسيئة في نوع من المغامرة برأس المال، لكن الصحيح الرواية الثانية في المذهب إنه يجوز، لأن هذا هو العرف، ما دام يتصرف تصرفا جائزا في العرف لأجل تحصيل الكسب بلا يعني محظور شرعي، والبيع بالنسيئة جائز، فالصحيح إنه يجوز له أن يبيع نسيئة. ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر، يعني ما في أحد يستعجل ويأخذ شيئا من الربح إلا أن يأذن له الآخر، وهذا ظاهر، ولأنه لا يستقر الربح إنه ربح إلا بعد ما تنتهي دورة رأس المال أو يتواضع الطرفان على يعني الحساب على نحو معين. فإذا أخذ شيء يكون هذا على سبيل القرض تحت الحساب لا بأس. طيب، نذكر بعض المسائل في المضاربة لكثرة يعني اشتهار العمل بها في زماننا، وأيضا لكثرة ما تؤديه في الناس الآن من أنواع من النصب والاحتيال وتضيع الأموال بحجة أن هذه المضاربة، صار الناس يأخذ بعضهم من بعض أموالا ولا يعني يعرف صاحب رأس المال أين يذهب المال ولا كيف، بل انتهى الأمر إلى يعني شيء من النصب الصريح. الآن صورة متكررة تقريبا يوميا في كثير من البلاد، أن واحد يقول لك هات الفلوس أضارب لك فيها ويعطيك أرباح وهمية في الحقيقة، لكن أنت أول ما تسمع أنه بيعطي 10% تقول ده ما فيش أي مكان في الدنيا بيعطي هذا، هو ما بيشتغلش، أخذ الفلوس حاططها في بيته وعمال في 100,000 يعطيك كل شهر يعني 2,000 و3,000، تقوم تروح تبيع اللي وراك كما يقولون حتى، وفي الآخر يأخذ الناس يشتهر عند الناس أن فلان أرباحه عالية، وهو بيأخذ من الناس فلوس ويعطي أرباح حتى يجمع أكبر قدر ممكن ملايين، وفجأة يختفي أو ينقطع. وبالتالي الجشع عند كل الأطراف ليس فقط عند النصاب، حتى اللي بيعطي له فلوس هو عنده جشع، لولا الجشع لكان انتبه، هذا الرجل عمال يأخذ فلوس من الناس وبيعطي أرباح يعني، ولا يسأل نفسه أنت بتتجر في إيه يا ابن الحلال في زمان اللي إحنا فيه ده، منين هذه الأرباح؟ كسب هذا مع الأسف ويدخل في مفاسد كثيرة، ولهذا يحتاج للمضاربة إلى بعض المسائل. من هذه المسائل إذا أراد صاحب المال ضخ دفعة جديدة، واحد شاف الربح كويس عايز يعني يدفع مبلغا كبيرا، إن كان قبل التصرف في المال الأول جاز، إن كان قبل يعني واحد أخذ 100,000 على أنه سيعمل بها في تجارة الحديد مثلا، ثم قال له أنت بدأت؟ قال له لا ما بدأتش، طب خذ 100,000 كمان، هذا جائز لأن التجارة لم تبدأ. وكذلك لو كانت دورة رأس المال انتهت، خلصت 100,000 خلصت وبعت وقفلت الحساب، يبقى يجوز خذ 100,000 جديدة في دورة جديدة، وبالتالي استقر ملك كل منهما، ملك المضارب على الربح اللي خرج من مال المضارب، وملك ملك المضارب على اللي هو صاحب المال على رأس ماله والربح اللي فيه، وملك المضارب الثاني اللي هو العامل على ربحه، لا بأس في هذا سواء قبل ما نبدأ أو بعد ما انتهت دورة
رأس المال، لأنه سيحدث استئناف لدورة رأس مال جديدة. من حق رأس رب المال صاحب المال أن يزيد فيها، لكن أحيانا يحدث أنه يدفع مال جديد في أثناء دورة رأس المال، يعني في أثناء الدورة، ويكون العامل عايز سيولة بأي طريقة، فيقبل منه أنه يأخذ منه هذا المال في أثناء الدورة. في هذه الحالة لا يصح اشتراط خلط هذا المال الثاني بالمال الأول، لأنه يجب أن يقوم أن تقع خسارة لأحد منهما بربح الآخر، وبالتالي إما تدخل قبل ما نبدأ دورة رأس المال أو تضم فلوس أخرى بعد ما تنتهي دورة رأس المال دون أن يكون في أثناء دورة رأس المال. لو أن الممول أراد أنه يسحب جزءا من مال المضاربة، أحيانا الممول لأي سبب، إما لحاجته إلى المال أو لتخوفه من تقلبات السوق أو لشكه في العامل، يحتاج أنه يسحب بعض الأموال، في هذه الحالة يحدث تنفسخ المضاربة في هذا الجزء الذي أخذه. الجزء الذي أخذه ما دام دورة رأس المال ما كملتش، يبقى بتنفسخ أو ينفسخ عقد المضاربة. وهنا لا يخلو من أحوال ثلاثة: إن كان قبل ظهور الربح والخسارة، يعني في أثناء الدورة طلب صاحب المال مبلغا، إن كان قبل ظهور الربح والخسارة يعني قبل بيع البضاعة والكلام ده، فالمسترد جزء من رأس المال فقط، يعني واحد أخذ الفلوس يضارب بيها، اشترى أشياء ولسه ما بدأش يبيع فيها، فإذا طلب المضارب مبلغا وأخذه فهذا المبلغ الذي استرده عبارة عن جزء من رأس المال، لأن أنا لسه بدأت أشتغل، العامل يقول أنا لم أشتغل بعد، هذا جزء من رأس المال فقط. وإن كان بعد ظهور الربح، يعني بعد ما دورة رأس المال انتهت، فالمسترد جزء من رأس المال مع الأرباح، شائع بين الربح وبين رأس المال على النسبة الحاصلة، ويستقر أيضا ملك العامل على الربح لأن الدورة انتهت. وإن كان بعد الخسارة، حصل خسارة ومع الخسارة هذه طلب صاحب المال الفلوس، توزع هذه الخسارة على الجزء الذي استرده وعلى الجزء الباقي، فلا تجبر خسارة الجزء المسترد ولو ربح فيما بعد. ما يقولوش لا أنا أخذت 20,000 ما تحسبهمش، لا، ال20 اللي أخذتهم هم نفسهم خسرانين 2000 والباقي أيضا وقع فيه خسارة كذا وكذا. طيب، من المسائل أيضا المهمة أن الأصل في المضاربة التجارة، الأصل في المضاربة التجارة، فلو ضارب على شراء مواد خام وتصنيعها وبيعها فسدت المضاربة، لم تعد هذه المضاربة، دخلنا في يعني صنائع ونحوها، لأن هذه حرف وهذه الحرف يمكن الاستئجار عليها، إلا أن الحنابلة أجازوا دفع الأدوات للمحترف يقوم ببعض نمائها. الحنابلة أجازوا هنا فقط أن تروح للمحترف وتعطيه الأدوات على أن يقوم ببعض نمائها قياسا على المساقاة، وستأتي. طيب، من أخطر المسائل هنا: هل للمضارب أن يدفع المال لمضارب آخر؟ ده اللي بيحصل من جشع كثير من الناس، يلم فلوس من الناس على إنه هو اللي هيضارب ويروح يشغلها وما عرفش يشغلها، بس يقول هات فلوس أنا أشغلها لكم، ثم يعطيها لغيره ويأخذ نسبة على هذا الأموال. ليس للمضارب دفع المال إلى آخر ليضارب فيه إلا أن يأذن رب المال. لو صاحب المال أذن قال لك أنا موافق اتصرف فيها زي ما أنت عايز تعطيها لواحد غيرك، إذا أذن رب المال جاز. ولما يأذن له عند الجمهور أيضا يصير وكيلا، وإذا أذن له صار وكيلا، لا يستحق نسبة ربح حتى لو أذن، وهذا عند الجمهور. لكن الحنفية أجازوا هذا، أجاز هذا الأحناف، لكن أجازوه بتفصيل. أجاز الأحناف أن المضارب يدفع المال لآخر ليضارب له فيه، لكن بتفصيل. قالوا إن أطلق الربح ولم يضفه إلى المضارب، يعني صاحب المال أطلق الربح، قال مثلا ما رزق الله فهو بيننا، ما رزق الله فهو بيننا، يفهم منها
إنها يعني نص ونص. في هذه الحالة يسلم لرب المال شرطه، يسلم لرب المال شرطه وللمضارب. هو قال له بيننا، يعني أنا ليا 50، مدام بيننا أنا ليا نص الربح. في هذه الحالة يسلم لرب المال نصف الربح، وبعد هذا يبقى للمضارب الثاني شرطه. إن كان قال للثاني على الثلث، يعني قال ده على النصف وقال للثاني على الثلث، سيبقى له، وبالتالي يعطي النصف لصاحب المال والثلث للمضارب الثاني، ويبقى له السدس. تدرست مواريث؟ نعم، يبقى له السدس. إنما لو قال له على ما رزق الله بيننا، يبقى يقصد النصف، والثاني قال له أنا هاخد النصف، يبقى هيوزع لرأس المال النصف وللمضارب الثاني النصف، ويكون هو ليس له شيء. طيب إن أطلق الربح إلى المضارب، يعني نحو ما رزق الله فهو بيننا، هنا في الحالة الثانية الأول لم يضفه إلى المضارب، إنما هنا أطلق الربح وأضافه للمضارب، يعني ما رزق الله فهو بيننا، يعني بيني وبينك أنا. في هذه الحالة يسلم للمضارب الثاني شرطه، والباقي بين رب المال والمضارب الأول. إذن هذه تفاصيل تجعل مسألة أن أنا أخذ فلوس من الناس وشغالها مسألة خطيرة جدا. كنت أنا شغالها وأنا أحسن تشغيلها فهذا حلال لا إشكال فيه، إنما بعض الناس يأخذ الأموال وهو لا يدري كيف يقوم بتشغيلها، على أن يعطيها لآخرين يقومون بتشغيل، هو لا يدري أمانة هذا الآخر، وكثيرا ما يحدث يعني من هنا الخلل. وحتى لو كان يدري أمانته ونحن فهي مغامرة، والجمهور أهل العلم أنه لا يجوز هذا. ومن أجاز قال بعلم رب المال، ومن قال بعلم رب المال له أيضا تفصيلات تجعل الأولى والسلامة أنه لا ينبغي الناس. إما تكون تحسن هذا الباب خذ أموال الناس، أما لا تحسن هذا تريد أن تكون سمسارا تأخذ أموال الناس وتعطيها لآخرين، ثم يعني الغنم بالغرب اللي يبقى يربح يربح، وفجأة لما يطلع الأخير نصاب، الناس يأتون إليك ويقول أنت أخذت منا أموالا، تضمن لهم هذه الأموال وندخل في إشكالات. طيب هل المضارب أن يشتري بأكثر من رأس مال المضاربة؟ واحد أخذ 50,000 من واحد وبعدين التجارة مشيت معه، فعايز يشتري ب100,000. الصحيح أنه لا يجوز للمضارب أن يضارب بأكثر من رأس المال. ليه؟ لأنه لو ضرب بأكثر من رأس المال سيترتب عليه غرم كبير على صاحب رأس المال، وبالتالي إذا فعل هذا له أن يشتري بأكثر، ويكون الزيادة كأنها من حصته. يعني أنا أخذت من واحد 50,000 واشتريت ب100,000، كأن 50 الثانية أنا شريك فيها، فلو حصل خسارة أنا أتحمل هذه الخسارة، حتى لا يدخل الضمان على رب المال من غير رضا. أنا أعطيك 50,000 وضامن إن أنا أخسر 50. لما تقول لي إحنا اشتغلت في 50,000 اشتغلت في 500,000 وصار علينا خسارة 200,000، وأنا كل اللي دفعته 50,000، أنت بتضمني خسارة أكثر من. فإذا فعل هذا يقع كأنه شريك، يصبح المضارب كأنه شريك في هذه الزيادة، له غنمها وعليه غرمها. طيب من المسائل المتعلقة بالمضاربة أنه لا تستقل ملكية الربح لأحد من الطرفين إلا بفسخ العقد. لا تستقل ملكية الربح لا للمضارب ولا للعامل إلا بعد فسخ العقد. خلاص فسخنا العقد، أوقفنا، تعالى نتحاسب. أو تنضيد المال. تنضيد يعني تقويم المال، يعني تصفية الحساب. تعالى في آخر الدورة، حتى لو إحنا هنستمر لكن في آخر الدورة دورة رأس المال نحسب ونشوف مقدار الربح، كل واحد يأخذ نصيبه، إن شئنا نتخارج وإن شئنا نستأنف دورة جديدة لرأس المال. وبناء على هذا ليس للعامل أن يأخذ شيئا قبل التصفية، وليس أيضا لصاحب المال أن يأخذ شيئا قبل التصفية. ليه؟ لأن الأرباح المتتالية غير يعني معتبرة في الحقيقة إلا بعد نهاية الدورة. ممكن يكون في أرباح في الأول، لكن الأرباح دي وقاية لرأس المال. تقول لي أنا بدأنا نكسب، أنا آخذ وفجأة خسرنا. المفروض في نهاية الدورة اللي خسرناه
يجبر من الأرباح السابقة، مش تأخذ من الأرباح السابقة وبعدين ترجع في الآخر لما نخسر. يعني الأرباح الأصلها وقاية لرأس المال. قد يتصور أنه يربح ويربح ويربح بعدين يخسر، يبقى الخسارة اللي وقعت تعوض من الأرباح السابقة، ولا يتم توزيع الأرباح إلا بعد الانتهاء، إما بالفسخ أو التنضيض اللي هو نهاية الدورة. لكن أجاز الحنابلة والشافعية التراضي على شيء يسمونه قسمة مبدئية، قسمة مبدئية للربح خاضعة للتصفية النهائية، يعني زي حاجة تحت الحساب لكن تخضع للتصفية النهائية، وتكون التصفية النهائية تجبر الخسارة من الربح، لأن الأصل حفظ رأس مال المضارب، وما جاء من الربح بعد الحفاظ على رأس المال هو الذي يكون فيه نسبة الربح سواء للعامل أو للمضارب. من آخر المسائل، هل يجوز للعامل في المضاربة أن يأخذ يعني نسبة إدارة في المضاربة؟ لا يجوز أخذ نسبة إدارة، لأن العامل شريك في العمل بعمل، واحد شريك بالمال والثاني شريك بالعمل، فما يصحش تاخذ نسبة إدارة. ده هو أنت أصلا ما بتعملش غير أنت بتاخذ نسبتك على. إذا لا يصح للمضارب للعامل أنه يأخذ نسبة إدارة، لأنه شريك بالعمل، والاحتمال أنه لا تربح الشركة سوى هذا المبلغ، فيكون الربح له وليس لصاحب المال. لكن يستثنى ما لو اتفق يعني على عمل لم يكن من أصل طبيعة العمل، كما لو كان يعمل سائقا مثلا، غير أنا أضارب لك في المال تجارة ونحتاج إلى واحد ينقل هذه السلع، فأنا ممكن أن أنقلها بنفسي بالاتفاق وأخذ أجر أو أجرة السائق، في هذه الحالة يجوز. على كل حال، أهم الفوائد التي نخرج بها وفي هذه الأبواب، لا يصح أن واحد يعني يكون جريئا على الشرع يعرض نفسه لدخول في شركات سواء مضاربة أو غير مضاربة وهو لا يعرف الحكم، وهذا مع الأسف يفعله كثير حتى من أهل الديانة وأهل الالتزام، وكثيرا ما نرى مثل هذا. والمسألة تحتاج إلى قبل أن يعني تتعامل المعاملة اعرف ما لك وما عليك. هذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين.